يا زائر العرش إعزازا وتمكينا، فقت الملائكة جاءً والنبيين. يا فقت الملائكة جاهاً والنبيين، أسرى بك الله، أسرى بك الله من الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين عن ليلة ما لها ولا سواك نبي يكمل الدين. في القدس كنت إماما المرسلين، وهم كانوا وراءك جمعا في المصلين، ثم ارتقيت ثم ارتقيت إلى ذي العرش منفردا عند اللقاء، وقد ودعت جبريل. الله يا أستاذ محمد، روعة روعة، ما شاء الله.